لو في المستقبل عرض عليك نادي في مصر او بره مصر تبقى موجود في الفريق، هتشترط انك تكون حارس اول، او هتشوف مثلا الحراس اللي موجودين في الفرقه وتبدا تقيم امورك قبل ما تروح؟ لا لا خالص، انا ما فكرتش وانا جاي نادي الزمالك، ما فكرتش في الكلام ده. الحمد لله انا يعني عندي ثقه كبيره جدا في نفسي. انا دايما انا شايف نفسي رقم واحد، حتى وانا قاعد انا شايف نفسي رقم واحد، وشايف ان انا في اي وقت هنزل يعني هعمل فرق مع فرقتي زي ما حصل قبل كده. يعني سنه ونص ما بشاركش وانزل، تقريبا انا خدت اصعب مباريات في الموسم، يعني دي بشهاده المدير الفني ان هو. انت دلوقتي رغم كل الظروف دي شايف نفسك الحارس رقم واحد في مصر؟ انا شايف نفسي في يعني في مكاني رقم واحد، ف بتمرن بعمل اللي عليا، مدرب دايما في كل الاوقات بيشيد بيا في التمرين، ما تقلقش من موضوع اللعب، هيجي لك الوقت وهتلعب وهتشارك بشهادته وبشهاده اللعيبه كمان زمان. فانا مش قلقان من حاجه يعني، بس اهم حاجه لما انزل الملعب يكون توفيق ربنا سبحانه وتعالى معايا زي الفتره اللي فاتت، واعمل فرق مع فرقتي بس. صح. ده اهم حاجه بالنسبه لي يعني.